لكن من كان طالبا للعلم من أجل أن يظهر بأجر من الله عز وجل يفرح، والله يفرح، يقول الحمد لله أن الله سخر لي مثل هذا الرجل الذي أخبرني عن حديث أو عن معلومة جهلتها وبنيت على ما عندي من علم واستنبطت حكما هذا الحكم يخالف النص الشرعي، يقول الحمد لله هذه نعمة، والله نعمة، ييسر الله لك شخصا فتستفيد منه. ولذلك قد يفيد الشيخ الحقيقي يدرك، وندرك هذا في مناقشاتنا، لا يقول هذا الإنسان يعني على أنه يظهر نفسه بصورة المتواضع، لا، حقيقة في المناقشات التي مع الطلاب أنا أستفيد.